من هذه الجولة أنه تبقى نحافظ على استقرار الأسعار وعدم تأثر المواطن. مثل ما تعرفون أكو مواطنين عندنا من أصحاب الدخل المحدود وقسم من عندهم يعني عوائل متعففة. أن توجيه طبعا من مجلس القضاء الأعلى وأيضا من مراجعنا من سيد معالي وزير الداخلية المحترم وسيد وكيل الاستخبارات المحترم وسيد مدير عام جريمة المنظمة المحترم أنه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الذين يستغلون الأزمة في حالة احتكار أو في حالة رفع الأسعار بصورة فاحشة. إحنا نتعامل طبعا القضاء يريد أدلة. إحنا الدليل أنه أنت هاي المادة بيش مشتريها، أعطينا وصولاتك. إذا الوصولات مالته أنه وصولاته تقرأ بسعر وهو بايع بسعر فاحش، طبعا هذا إجراء راح يصير بإجراءات قانونية. أما إذا هو قوائم البيع مالته طبعا طابقها مع الجهة اللي مشتري من عندها من تاجر الجملة، إذا نشوف أنه السعر ضمن المعقول ضمن الربح اللي هو موجود يعني ومقرر وفق ارتفاع نسبة الدولار، هذا فما عندنا. واللي عنده لا والله عنده مثل ارتفاع فاحش، لا تتخذ به الإجراءات القانونية، وهذا توجيه القضاء. انه حول موضوع زيادة الدولار وتأثيرها على السوق المحلي، نعرف احنا هاي الزيادة بالنتيجة تأثر على من؟ على الكسر، على الناس البسيطين المتسوقين على الشعب. فالحمد لله احنا كانت عندنا جولات الأسعار يعني في النسبة ضمن المعقولة يعني لاحظناها، واحنا الحمد لله اكو هناك تعاون بين القوات الامنيه والقطاع الخاص بانه يكون هناك بانه اهم الرأفة بالتاجر، يعني حتى لا تكون هناك عمليه تكون ابتزاز او هاي، تكون العمليه بشفافيه ان شاء الله. اخواننا التجار الرأفة مثل ما احنا مرينا الفتره السابقه مرحله كورونا كانت اشد من هاي، نامل ان شاء الله هاي تعدي ويكون السوق معتدل ان شاء الله. مو كافي هاي الحملات، واكو هواي محلات وهواي اهل الجمله يعني صعدوا الاسعار على المواطن، يعني المواطن ما عنده، الدولار صاعد، رواتب ماكو، كلها عطالة بطالة، تجي على الشكر، شكر ماكو، وبالغذاية ما منطي، يجي للمحلات كان بألف هسه صار بألف ونص، يعني كل شيء، المواد الغذائية كلها صعدت، المواطن ما عنده منين يجيب؟